صباحاً صباحا واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ونبدا من اهم العناوين. جاء في موقع الهيئه برنامج الاغذيه العالمي: 1,100,000 عراقي ما زالوا نازحين ومعرضين للمخاطر. وفي العربي الجديد: العراق رافضون نتائج الانتخابات يهاجمون بلاسخرت ويتوعدون بالتصعيد. أما في القدس العربي، جاء البنتاغون: القوات الأمريكية ستبقى في العراق على الرغم من انتهاء العمليات القتالية. المدى عنونت: متظاهرون ناصرية يتضامنون مع احتجاجات الطلبة في السليمانية. أما في الخليج الإماراتية، أستراليا تحظر حزب الله اللبناني وكولومبيا تلاحظ خلاياه. الاندبندنت العربية: جاء فيها مفوضية الانتخابات تسقط ترشيح سيف الإسلام القذافي للرئاسة الليبية. أما في الشرق الأوسط نقرأ: تلويح أمريكي بمنع إيران من تطوير قنبلة نووية عسكرية. من مؤسس أول ميليشيا طائفية في العراق بعد الاحتلال، فتكت بالعراقيين إلى صاحب مشروع وطني مناهض للطائفية وداع إلى حل الميليشيات وتسليم سلاحها إلى الدولة. ذلك هو مقتدى الصدر، رجل التقلبات والمتناقضات. عبد اللطيف السعدون يتساءل في صحيفة العربي الجديد أيهما يمكنه جر الحبل إلى ناحيته، مقتدى الصدر أم الميليشيات، وأيهما سوف تكون له الغلبة وقد أوشكت اللحمة بينهما أن تنفصم بعد فشل جهود البحث عن تسوية قامت بها طهران. كان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني قد أخذ دور فاعل الخير وحاول لملمة الأمور والدفع باتجاه إعادة إنتاج العملية السياسية القائمة، لكنه فشل في ذلك ورجع إلى طهران ترافقه الخيبة، وهذا ما دفع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الاتصال شخصياً برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والطلب منه الوصول إلى حل قانوني وشفاف في عقدة نتائج الانتخابات التي ما تزال موضع خلاف. ثمّة جزء آخر من المشهد تتنازعه قوتان: الولايات المتحدة وإيران. يزيد الأمر تعقيداً وتأزماً، حيث أعلن الأمريكيون أن أكثر من 2,000 جندي سيظلون في العراق في دور استشارة وتمكين ومساعدة، وسيقومون أيضاً بأية مهمات أخرى إذا ما طلب العراقيون منهم ذلك. وردت الميليشيات بالتهديد بأنها ستطلق عملياتها ضد الأمريكيين مع نهاية العام، وهو الموعد المحدد للانسحاب الأمريكي، وزادت بدعوتها العراقيين إلى التطوع في صفوفها استعداداً لما أسمتها المواجهة الحاسمة مع الأمريكيين. وهذا العرض للقوة تقف وراءه إيران التي تهيمن على فصائل الميليشيات، حتى تلك التي ترفع راية الحشد الشعبي، ما يتيح لها تحريكها في الوقت الذي تشاء وضد أي طرف خصم لها. إذن من يمكنه جر الحبل؟ الكاتب يرى أن العراق لن يتمتع بحال هدوء واستقرار لزمن أطول مما يتراءى لنا، وفي كل الأحوال يظل المشهد محكوما بحالة سيولة متأرجحة بين دول وقوى وأطراف ليس بينها من يحرص كل الحرص على الدفاع عن العراق وحماية العراقيين، وهذه هي العقدة التي لم تجد من يحلها بعد. لقد صار على العراقيين أن يكونوا عبيداً لأصواتهم التي يتم تزويرها قبل وبعد الانتخابات، بل إن نتائج تلك الانتخابات لن تكون ملزمة إذا ما قرر السلاح أن ينقل الأصوات من مكان إلى آخر تبعاً لمبدأ تقاسم الغنائم. فاروق يوسف يقول في موقع إيدل إست أونلاين ميدل إست أونلاين إن الديمقراطية الملغومة التي تركها الأمريكان ليست كفيلة بتغيير الأوضاع حسب إرادة الشعب، بل إنها وجدت لكي تؤدي وظيفة إضفاء الشرعية على نظام محاصصة فاسد.
ما جرى أن الأمريكان صنعوا واقعاً زائفاً صار التزوير فيه هو الحقيقة. وإذا أردنا أن نكون قريبين من الواقع، فإن مجالس النواب التي نتجت عن 4 انتخابات سابقة أنتجت حكومات كانت مفصلة حسب المقاس الحزبي المعتمد من قبل نظام المحاصصة، وهو نظام سياسي فوقي لا يمت بصلة إلى جوهر الديمقراطية بقدر ما يسعى بطريقة طفيلية إلى أن ينتفع منها مسخراً فساده لتمزيق وحدة المجتمع. غير أن التظاهرات التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى في تشرين من عام 2019 احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية والخدمية انقلبت بتلك المعادلة الجاهزة وفتحت الأفق نسبياً في اتجاه المغزى الحقيقي للعملية الديمقراطية والمتمثل بتداول السلطة سلمياً خارج نطاق نظام المحاصصة الحزبية أو ما يسمى تجاوزاً بالديمقراطية التوافقية. فبالرغم من عزوف أكثرية الشعب عن المشاركة في الإدلاء بأصواتهم، غير أن نتائج الانتخابات الأخيرة كانت قد انطوت على هزيمة ساحقة لحملة السلاح غير الشرعي الموالين لإيران، والذين كانوا يستعدون لإعلان دولتهم بعد أن تنتهي مسرحية الانتخابات. وبسبب تلك النتائج شعروا أن الديمقراطية قد انقلبت عليهم، وهو ما لم يكن يتوقعوه منها، وهي التي فصلت على مقاساتهم. لذلك كان لابد من القيام بفعل حازم وسريع لإعادتها إلى مسارها الذي خطفت منه. الكاتب يشير إلى أن الأحزاب صارت تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات عن طريق القضاء أو مفوضية الانتخابات والعودة إلى نظام الحصص، ليأخذ كل حزب حصته ولنكف عن هذا الجدل الذي إن لم يؤدي إلى حرب مباشرة فإن ناره ستظل مشتعلة تحت رماد الهزيمة، وهو ما يعني العودة إلى فوضى التفجيرات والخطف والاغتيالات من جديد. وكل الأطراف الراعية وفي مقدمتها الولايات المتحدة تعرف جيدا أن ذلك أمر ممكن. ما قالته المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت في تقريرها أمام مجلس الأمن يضع الانتخابات في العراق في ميزان التقييم الدولي النهائي، ويؤكد أن ما سيتم الإعلان عنه من نتائج في وقت لاحق سيكون في ظل اعتراف دولي ناجز. فاتح عبد السلام يقول في صحيفة الزمان إن تقرير بلاسخارت يذهب إلى أسوأ الاحتمالات، وهو محاولة تغيير النتائج عن طريق العنف، لكننا لا نعرف حتى اللحظة من المتكفل بالرد على العنف الصادر؟ هل هي الحكومة العراقية في وضع تصريف الأحوال أم قوات التحالف؟ في خلاصة المطالعة الدولية نقرأ علامات سوداء في الأفق العراقي، وصفته بلاسخارت بانسداد سياسي، لكن المعنى يوحي بأن أي انسداد إذا طال أمده من دون معالجة يؤدي إلى انفجار. الانسداد هو المقدمة الطبيعية الحتمية لأي انفجار. هناك من يلجأ إلى علاج القسطرة والتدخل الجراحي السريع لتدارك الانفجار في الشرايين أو الأنابيب، لكن الحال العراقي لا يوحي بوجود جراحين قادرين على التدخل الجراحي السياسي في التوقيت المناسب، فالجميع يدورون في ذات المستنقع النفعي من التوافقات المصلحية التي ترفض أي استحقاق ديمقراطي يتقاطع معها. القيادات السياسية في وضع انسداد تام، لأنها لا تدرك أن العلاجات التوافقية الملوثة الماضية لم تعد مجدية، كونها كانت من نتائج فترة وجود الاحتلال الأمريكي الذي كان المؤسس والداعم الأول للعملية السياسية التي أوصلتهم إلى واجهة السلطة. اليوم هناك استحقاقات لتحول سياسي حتمي بحكم التقادم الزمني عمره 18 سنة، وأمامه طريقان: إما الذهاب إلى إقامة دولة بكل ما تعنيه الكلمة، أو الضياع في تشرذم سيبدأ سياسياً ثم أمنياً وينتهي بالبلاد إلى المجهول المرعب الذي تلوح علاماته. مفترق الطرق
يختتم الكاتب بالقول إننا نسمع كثيرا بمفترق الطرق ودائما ما نسمعه ولم نراه حتى اللحظة، غير أننا في القريب العاجل قد نراه بوضوح. تمثل زيارة وزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس إلى المغرب وتوقيعه مذكرة تفاهم دفاعي مع الرباط تطورا كبيرا، فهذه أول زيارة لوزير دفاع صهيوني إلى الرباط، كما أن المذكرة تعتبر الأولى من نوعها للكيان المحتل مع دولة عربية. صحيفة القدس العربية تحذر من مخاطر كبيرة للتقارب المغربي الصهيوني. تعكس الزيارة والمذكرة الأمنية اتجاها متصاعدا في الأوضاع العربية، نشأ نتيجة التقاء اندفاعة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نحو دعم حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية عبر مسمى صفقة القرن، التي لقيت رفضا قويا من قبل الفلسطينيين، لكنها وجدت صدى لدى دول عربية وخصوصا مع ربطها بأزمات المنطقة المحلية والإقليمية، كما هو حال الإمارات والبحرين مع إيران، وقضية المغرب مع السيادة على الصحراء الغربية، ومسائل الخروج من حقبة العقوبات الاقتصادية والسياسية في السودان. ستؤدي هذه الزيارة عملياً إلى تغيير على ديناميات السياسة والأمن في منطقة شمال أفريقيا، ورغم ابتدائها بالأمني والعسكري الذي يجيء كما هو معلوم ضمن سياق الخلاف المتصاعد حول الصحراء الغربية ودعم الجزائر لمنظمة بوليساريو. إسرائيل من أكبر المصدرين للأسلحة العسكرية في العالم، ورغم حديث غانتس عن تبادل الآراء وإطلاق مشاريع مشتركة، فإن قوله إن المذكرة ستقوم بتحفيز الصادرات الإسرائيلية قد يكون الأقرب للواقع، وبضمنها طبعاً الطائرات الحربية المسيرة وغيرها. لقد تصاعد التوتر بين المغرب والجزائر إلى ذروة غير مسبوقة مع قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعلان جبهة البوليساريو تصعيد الكفاح المسلح، وتبدو هذه علامات منذرة بتوتر عسكري بين الجانبين. الصحيفة تضيف أنه إذا كان هذا التصعيد قد وفر المبررة الكامل الرباط للمضي قدما بهذا الطريق الخطير، فهو طريق يلاقي معارضة كبيرة من الشارع المغربي المعروف بتمسكه الكبير بالقضايا العربية عامة وبالقضية الفلسطينية خصوصا. بعد أقل من عام على تعيينه وقبل شهر من موعد الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة يوم 24 من كانون الأول المقبل، قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا يان غوبيتش استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. صحيفة الخليج الإماراتية في افتتاحيتها ترى أن استقالة يان غوبيتش سوف تلقي بظلالها على مجمل الوضع الليبي. رغم أن كوباش لم يعلل أسباب استقالته، إلا أن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أشار إلى أن الاستقالة لم تكن مفاجئة بالكامل، لكن المفاجأة كانت في توقيتها على أبواب مرحلة مهمة من الجهود الدولية لتنفيذ خارطة الطريق التي من المفترض أن تؤدي إلى إخراج ليبيا من دائرة الحرب الأهلية والصراعات الإقليمية والدولية الدائرة على أرضها منذ 10 سنوات. لا شك أن الاستقالة سوف تلقي بظلالها على مجمل الوضع الليبي، وتطرح تساؤلات حول مستقبل الانتخابات ومجمل العملية السلمية هناك. فالرجل كانت له مواقف واضحة تجاه الانتخابات، ليس من حيث العمل على إجرائها في موعدها، فهو كان من أشد المؤيدين لها، لكن في كل الاجتماعات التي شارك فيها خارج ليبيا وداخلها، وفي إحاطاته المتوالية أمام مجلس الأمن، كان يؤكد على ضرورة إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة قبل الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها. يبدو أن الرجل لا يريد أن يسجل على نفسه أنه كمبعوث دولي سوف يكون شاهداً على انتخابات مشكوك في نزاهتها وشفافيتها،
بعد أن فشل في جهوده للتوصل إلى اتفاق مع الدول المعنية برحيل القوات الأجنبية عن ليبيا قبيل موعد الانتخابات. وبحسب الصحيفة فإنه من الواضح تماماً أن الأزمة الليبية بتعقيداتها الإقليمية والدولية والمحلية بدت كأنها عصية على الحل رغم التقدم الذي تحقق حتى الآن، لكنه تقدم لا يخفي لوضع ليبيا على سكة الحل السياسي الدائم، لأن عقبات كثيرة وكبيرة لا تزال تحول دون ذلك، مثل المصالحة الوطنية الشاملة مثلا وحل الميليشيات المحلية أو دمجها في أجهزة الأمن، إضافة بالطبع إلى العقدة الكبرى المتمثلة بالوجود العسكري الأجنبي. في الطريق إلى مفاوضات فيينا وعلى الرغم مما يترسب في طوايا المواقف والتصريحات، يبدو أن طرفي الأزمة الحقيقيين أي الأمريكي والإيراني قد توصلا إلى خريطة طريق لإنجاح المساعي والجهود التي يبذلانها للخروج من دوامة الجدل حول البرنامج النووي والعقوبات وإعادة ترتيب منطقة غرب آسيا عموما والشرق الأوسط على وجه التحديد. هذا ما أشار إليه حسن فحص في صحيفة إندبندنت عربية. ما يسعى إليه النظام الإيراني من خلال الفريق المفاوض تكريس بعض النقاط قبل الوصول إلى استحقاقات الجلوس إلى الطاولة، بالتشديد على مسألة أن موافقة طهران بالعودة إلى فيينا تأتي في إطار جهودها لإنهاء الحصار وإلغاء العقوبات كشرط أساس لأي بحث حول إعادة إحياء الاتفاق، وألا يتحول إلى مفاوضات استنزافية والتفاوض من أجل التفاوض، إضافة إلى مطلب مفصلي قد يكون الأهم في استراتيجية النظام التفاوضية، وهو أن يوافق الطرف الأمريكي على احتفاظ إيران بما حققته من تقدم في عملية تخصيب اليورانيوم، إلا أن المستجد الذي بدأت الأصوات الإيرانية خاصة داخل الحرس الثوري ترتفع وتطالب بتكريسه كحقيقة وواقع من المفترض أن توافق عليه الأطراف المشاركة في المفاوضات، هو الاعتراف بالموقع والنفوذ الإقليمي لإيران إلى جانب دورها على الساحة الدولية. في المقابل تراهن طهران على صعوبة أن تكون واشنطن قادرة على جذب موسكو وبكين إلى جانبها، خصوصاً في ظل التصعيد القائم بينها وبين هذين البلدين، فضلاً عن التحرك الإقليمي الذي تقوم به طهران في أكثر من اتجاه، لا سيما في الموضوعين العراقي والأفغاني، وما يمكن أن ينتج من ذلك من مساعدة في تسهيل الحلول على هاتين الساحتين. يرى الكاتب أن هذا الأمر دفع واشنطن إلى محاولة بناء تحالف يضمها إلى جانب الترويكا الأوروبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول مجلس التعاون الخليجي باعتباره تحالفا دوليا لإجبار طهران على تقديم مزيد من التنازلات. وفي خبرنا اليوم، بيعت إحدى المخطوطات المتعلقة بألبرت أينشتاين مهد فيها عالم الفيزياء الشهير لنظرية النسبية العامة بمبلغ خيالي بلغ نحو 13 مليون دولار خلال مزاد أقيم في باريس. وكان الرقمان القياسيان السابقان لمخطوطات أينشتاين يبلغان 2,000,000 دولار و 800,000 دولار ثمنا لرسالة بيعت عام 2018 في مدينة نيويورك، و 1,000,000 دولار و 560,000 دولار لرسالة عن سر السعادة، وقدر سعر الوثيقة ما بين 1,000,000 يورو و 3 ملايين، لكنها بيعت بمبلغ 11,600,000 يورو أي ما يعادل 13,400,000 دولار. ويكمن طابعها النادر في كونها
وثيقة عمل علمية خلافا للوثيقتين اللتين كانتا تحملان الرقمين القياسيين السابقين. والوثيقة هي عبارة عن مخطوطة مؤلفة من 54 صفحة كتبها الفيزيائي الألماني الشهير وصديقه المهندس السويسري ميكيل بيسو عامي 1913 و14. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.